هو اولا بالنسبه للشكل والتصميم لا شك زي ما انتم حضراتكم شايفين يعني الصوره بتتكلم. الاخراج السنه دي والتصميم يعني حاجه عاليه جدا. المساحه لا شك انها اكبر. تنظيم وتنسيق المكان لا شك ان هو افضل. المساحه السنه اللي فاتت كانت محدوده الى حد كبير يعني، لكن السنه دي احنا الحمد لله كمطبوعات لينا هنا في المجلس يعني او كده الحمد لله رب العالمين عناوين زادت كتير قوي، وده يعني يسمح بان احنا يكون عندنا مساحه اكبر نعرض فيها الموجود ان شاء الله. الصادر باللغه العربيه يعني اعتقد ان احنا ممكن نقول الى الان الموجود من 40 ل 60 عنوان الان، وهيزيد ان شاء الله مع الايام مع خروج يعني بعض المطبوعات من المطابع. طبعا في شاشات تعريفيه موضوعه في الداخل وفي الخارج بمجلس الحكماء وبالانشطه اللي بيقوم بيها وبالمعارض اللي شارك فيها وبفعالياته اللي ممكن تكون بتتعمل في معارض ثانيه او كده، لكن اللي عندنا هنا هو مجرد فقط يعني عرض الكتب والتعريف بها. كنت في سنه ماضيه ذهبت الى هذا الجناح في معرض في القاهرة يعني طبعا في مكتبة في الأزهر، وقد قرأت بعض الكتاب في من هذا المكان. في كثير من طلاب الإنسان يعني يحبون بالأزهر الشريف يعني بهذا المكان، وبسبب هذا المعرض نعرف عن الكثير كتاب من الذي ألف من علماء الأزهر الشريف.